مسرح ومستنير يعني. الله هو أكبر. بيقول نحن بشر يعني في النهاية ممكن نسرح ممكن, بس هو بيقول إن لا يجب في التعامل مع هذه الأمور يجب أن نعطي القيمة لأن هناك من يشاهد, فبالتالي هو يخشى من أن يتم عدم التقديس لهذه العبادات بشكل قد تفهمه الأجيال أو قد يفهمه البعض زي أستاذ عبد الباري بأنه يسيء لفكرة التعبد. طيب أنا بس يعني حابب أفصل شقين في المسألة عشان ما يحصلش فيهم خلط. الجزء الأولاني الخاص بفكرة تجريم عمل فني أو التعامل مع عمل فني أو مع فكرة بشكل قضائي أو بشكل ممكن يصل بها للحبس أو للحكم الحبس, بغض النظر أن احنا نخوض في تفصيل المشهد. أنا بالنسبة لي أعتقد بالنسبة لأغلبنا دي فكرة مرفوضة. أنا بالنسبة لي الفكرة ممكن تأذي مشاعري, ممكن تأذي مشاعر حضرتك, بس مجال الرد عليها هي الكلمة هي الفكرة. ده مبدئيا. ثانيا قد ليست الدعوه القضائيه او البلاغ ليس مكان القضاء او الحبس اهم حق الرد, لان يعني اعتقد ان بمنطق ما هي لعبه طرفين يقدروا ينخرط فيها. يعني اعتقد ان زي ما حضرتك اذى مشاعرك الرؤيه دي ممكن تتضايق وتعبر عن ده, زي ما حد ممكن يشوف ان رؤيتك دي اقتطعت مشهد من الفيلم على طريقه ولا تقرب صلافه تؤذيه مشاعره. انا بقول لك اسم الفيلم نفسه. طب اكمل بس اكمل بعد اذنك. انا سالت حاجه سبب الدعوه قلت لي المشهد اول وفيلم هنقول اسم الفيلم. فمشاعره يعني المشهد فقط فقط دلوقتي. لا ده لما فتحنا الكلام هنتكلم. لسه ما خدتش في محتوى الفيلم دلوقتي, لسه بتكلم كمبدا. اتفضل يا امير. زي ما حضرتك يعني رايك ده ممكن اي حد مش عامل مثلا ممكن فضيله الشيخ يشوفه في إساءة مفهوم الدين أو ممكن يشوف فيه قصور في رؤية الدين فيحس إن هو مشاعر أزيد فيروح لساحة القضاء ويرفع قضية على حضرتك. فيعني مجال القضاء أنا شايفه بيخرج الموضوع بره معركته الحقيقية. يعني بالمناسبة أنا لا كمان يعني مش شايف إن الأزهر مش لازم يكون له رأي في المسألة دي, بس الأزهر لازم يكون له رأي تاني بين قوسين رأي. زي ما حد قد يكون عمل فني أو عمل فكري أصاب أو أخطأ فيه, زي ما الأزهر حقه إنه يقول يا جماعة أنا شايف بقول للناس إن ده غلط أو شايف بقول للناس ده صح. مجال الحكم ده انا مش شايف ان هو لازم يعني المنع او الحبس او ان قضيه ترفع لمنع الفيلم. لا, الكلمه بيترد عليها بكلمه, الفكره بيترد عليها بفكره. واعتقد وسائل الاعلام مفتوحه نقدر كلنا نقول ايه. احنا النهارده اللي بيتفرجوا على البرنامج ممكن يكون اضعاف اللي اتفرجوا على الفيلم. احنا النهارده بالمناسبه بنعمل شهره للفيلم بالقضيه يعني. ده مجال تاني ممكن نتكلم عنه بعد كده يعني. بس نيجي بقى لفكره المحتوى, نيجي لفكره المشهد التاني. استاذ شريف اعتقد ذكر انه حلم, حضرتك ذكرت انه حلم تاني, حضرتك اديت مثلا بالصحابه. الشخصيه في الفيلم ما هياش صحابي, الشخصيه في الفيلم ما اسمهاش الشيخ امام. حضرتك امام والامام يمثل الرسول عليه الصلاه والسلام. لا هو مش امام بالمناسبه, هو كان بيصلي امام. لا ازاي يبقى انت بتشوف الفيلم بقى هو امام يمثل كل من يؤم الصلاه اللي بيؤم المسلمين اللي بيؤم المسلمين المفترض ان هو اكبر سن حافظ القران. ايوه بس ليس رسول يعني, ليس رسول. ده رمز الامام, ده رمز حضرتك. واعتقد ان يعني احنا في وضع كلنا عارفينه في مصر. اعتقد فضيله الشيخ هيقدر يتكلم عن محاولات الازهر لتنظيم الخطب والصلاه في الجوامع, وان بيقام يبقى بيمثل الازهر رسميا في مجهود. فده بالتالي يعني ان مش يعني في فتره في مصر ما كانش كل اللي بيقوموا الصلاه ولا فكرهم الذي يطرحونه على المنابر يمثل صحيح. اذا فاحنا بنتكلم عن الشخصيه اللي موجوده في الفيلم, اللي هي بالمناسبه لو ركزنا في اسم الفيلم اسمه الشيخ جاكسون, مش الشيخ جاكسون اللي هو اللفظ ممكن يكون بيدين الناس لبعض في الاحياء الشعبيه في مناطق, نقول يا شيخ فلان يا شيخ فلان, ومجرد حد تعرض لهزه في حياته نتيجه لسبب معين. وانا هنا سوري دخلت في المحتوى بقى, بس حد تعرض لهزه في حياته ادت ان هو يحصل صراع ما بين الدنيا والدين في حياته, يحصل له خلط, يحصل له ارتباك. الفيلم عبر عنه, وانا شايف ان الفيلم بالعكس, انا شايف ان الفيلم احيانا حببني في الشخص. انا شفت شيء من تصرفاته فيها شيء من التزامن وتديني في لحظات, زي ما عبر عن لحظات اهتزاز تانية في الحلم ده اللي هو تاني حلم لشخصيه ليست من الصحابه اليوم كل طيب اسمح لي.